السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف العراقي في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية العراقية. إذن واصل متظاهرو العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية حراكهم الاحتجاجي على الرغم من وسائل الضغط التي تمارسها قوات الأمن ضد المحتجين. وفي تطور جديد، ظهرت دعوات للتظاهر في مدن إقليم كردستان ضد الأحزاب الحاكمة فيه، وتعرض متظاهرون لإصابات وحالات اختناق أمس بعد استخدام الأمن العراقي قنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق الصيد لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلان ببغداد والتقدم باتجاه النفق الذي يربط بين ساحتي الخلان والتحرير. إلى ذلك، أدانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينن بلاسخارت اليوم الاثنين أدانت استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين في ساحات التظاهر، مما تسبب بوقوع إصابات عديدة. وقالت بلاسخارت في بيان نشر اليوم إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات عن استهداف المتظاهرين السلميين ببنادق الصيد، ما أدى إلى إصابة 50 شخصا على الأقل. وأكد البيان أيضا أن بلاسخارت اعتبرت ذلك مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم، وشددت على حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات. إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا اليوم عراقي، وسنبدأ هذه الحلقة ولكن بعد متابعة هذا التقرير. رغم القمع الأمني تستمر الاحتجاجات في الشارع العراقي، فقوات مكافحة الشغب قامت بمهاجمة خيام المتظاهرين وإحراقها في ساحة الخلان في بغداد فجر اليوم الأحد. أدى ذلك إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحروق واختناقات دون وقوع إصابات بشرية، بينما شهدت محافظات الجنوب تظاهرات حاشدة ليلة أمس انضم إليها وجهاء وشيوخ من محافظة النجف، حيث أكدوا أنهم مستمرون حتى تحقيق مطالبهم ومنددين بمواقف الأحزاب والسلطة القضائية. على الصعيد السياسي، أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي أنه سيعرض تشكيلته الحكومية المنتظرة أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري، كما صرح أنه يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تكوين تشكيلة وزارية مستقلة تتألف من أكفاء ونزيهين حسب وصفه. مصادر محلية أشارت إلى اجتماع مرتقب سيعقده علاوي اليوم مع العديد من قادة القوى السياسية المختلفة لبحث منح الثقة للحكومة في البرلمان، في ظل استمرار الحديث عن شد وجذب بين أطراف العملية السياسية التي تتحرك للفوز بمناصب مهمة في الحكومة الجديدة. ومع ترقب الشارع العراقي لإعلان تشكيلة الوزارية المرتقبة، انتشر في وسائل الإعلام ما يسمى ببيع المناصب الوزارية، حيث قام القضاء العراقي بإجراء تحقيق عاجل في هذا الشأن، كما أكد العديد من المراقبين والسياسيين وجود مزاد تباع فيه المناصب الهامة بمبالغ كبيرة. فهل ستتألف تشكيلة علاوي الوزارية من تيارات سياسية تمثل أطياف الشعب المختلفة، أم أنها ستكون مقررة في مزاد مسبق؟ إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير، ونبدأ معكم الحوار والنقاش. وأرحب بضيفي عبر الهاتف سيد دكتور هلال الدليمي، الباحث والمحلل السياسي العراقي. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور هلال. بداية، يعني قبل الحديث والخوض في غمار الحديث عن الحكومة وعن التشكيلة الوزارية المرتقبة، بداية كيف تقرؤون المشهد في ظل الاستمرار يعني الثورة العراقية، واقتربت يعني على الشهر الخامس، على أن تنهي هذا الشهر الخامس، ويعني القتل واستمرار يعني العنف في الساحات والشوارع، ساحات وشوارع التظاهر، واليوم هناك حديث عن استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الكريمة والعاملين عليها، ونشكر لكم اهتمامكم بالشأن العراقي ونقدر ذلك عاليا. شكرا جزيلا لك. ابتداء، التظاهرات والثورة العراقية في اتساع والأعداد تتزايد، رغم كل المؤامرات التي حيكت ضد هذه الثورة وضد التظاهرات
رغم كل الضحايا التي قدمت، رغم استخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، والآن تدعو طريقة أخرى هي طريقة السكاكين والاختطافات كما تعلمون منذ البداية، والهراوات وقنابل والبنادق الصيد هذه استخدمت منذ البداية، يعني منذ بداية الانتفاضات في محافظات في ذي قار وفي النجف وفي كربلاء وفي واسط وفي البصرة. فهذا التصعيد الوطني لا تراجع عنه كما هو واضح من إصرار الثوار على مواصلة الثورة حتى تحقيق مطالب التي استشهد من أجلها ما يرضو على الألف شهيد لحد الآن. فلا يمكن التضحية بدماء هؤلاء بمكاسب ضيقة أو بأنصاف حلول تعيدنا إلى المربع الأول. أعتقد أن الصراع ما بين أطراف العملية السياسية وما بين الشعب العراقي سيؤول بالنتيجة لصالح الشعب العراقي مهما طال الزمن، ونحن نعلم بأن قضية التآمر على الساحات وعلى المتظاهرين وعلى الثوار هذه ديدن هذه العملية السياسية منذ أن قامت أول انتفاضة عليها بشكل عملي في 25 شباط كما تعلمون، ومن ثم الانتفاضة وثورة المحافظات الستة، ومن ثم محافظات الآن الوسط وجنوب العراق، ومحافظات العراق كافة حقيقة تشارك الرأي في هذا وتدعم. ولكن طيب، يجب أن نقول هنا بأن المحافظات الستة التي لم يتسنى لها المشاركة في الثورة لأنها تحت التهديد وتحت وعيد السلاح ومسيطر عليها، والتهم جاهزة لكل من يخرج من هذه المحافظات بأنه من داعش. طيب دكتور، هذه التحديدات حقيقة خففت من زخم الثورة بالاتجاه الشمولي للعراق، لكي يعلم المشاهد لماذا لم تقم هذه المحافظات إلا بمظاهرات تحت التهديد حقيقة وخجلة نوعا ما. نعم دكتور هلال، يعني اليوم على خلفية هذا الموضوع فيما يتعلق باستخدام قوات الأمن بنادق الصيد ضد المتظاهرين، أدانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جنان بلاسخارت هذا يعني العنف المفرط ضد المتظاهرين، لكن اليوم يعني السؤال هنا، الإدانات ماذا تفيد الشعب العراقي من الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة لم تتخذ إجراءً صحيحاً ما عدا البيانات والقلق الذي لم يجدي نفعاً كما تفضلت. نحن شعب يقابل القتل ونتعرض إلى إبادة. أخي الكريم عندما تتحدث عن 30 إلى 32 إلى صعد الرقم إلى 35 ألف جريح وأكثر من ألف نحسبهم شهداء عند الله ما عدا المعوقين التي تراوح عددهم إلى أكثر من 6,000-7,000 معوق إعاقة دائمة، هذه حرب إبادة. الأمم المتحدة تكتفي بالإدانة ولم تقدم شيء للشعب العراقي. نحن نطمح ونأمل من المجتمع الدولي ومن المنظمات الإنسانية الدولية ومن الأمم المتحدة أن تضع هذه الحكومة في الزاوية التي تستحقها لأنها تقود حرب ضد شعب أعزل. وتعرفون المتظاهرين تظاهرات سلمية، وأن القانون والدستور العراقي الأعوج الذي كتبه نوح فليدمان يضمن التظاهر ولا يجيز استخدام القوة ضدهم، وكل هذه الادعاءات والبيانات حقيقة ذر الرماد على العيون. المطلوب من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما وأن تسحب الثقة من الحكومة العراقية أو تعمل أي إجراء تحيل المجرمين إلى محكمة العدل الدولية التي هي ضمن صلاحية مجلس الأمن. تعرفون أنه هذه القضية أصبحت ملحة بالنسبة للشعب العراقي. طيب دكتور هلال، يعني اليوم فيما يتعلق بموضوع الحكومة والكابينة الوزارية، الرئيس المكلف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قال يعني في اليومين الماضيين أن الكابينة الوزارية أصبحت جاهزة، وقال أن الحكومة الجديدة ستكون يعني يعني بنسبة كبيرة هي حكومة اختصاصيين وبعيدة عن المحاصصات. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق بالنسبة لكم برأيكم؟ يعني أنا لا أعتقد أنه هذا الكلام دقيق أو صحيح أو قريب من الصحة، لأنه هو أتى بتوافق من هذه الفئات السياسية التي يرفضها الشعب العراقي. فبالتالي عندما يجتمع بقادة هذه الكتل وهذه الأحزاب وهذه الميليشيات، ما هو السبب إذا كان هو مصر على الكابينة الوزارية المستقلة؟ لا يمكن
أن يضحكوا على الشعب العراقي. هذا الكلام قاله عادل عبد المهدي قبله، وقاله العبادي، وقاله المالكي، وحكومة وطنية، وهذا الوعود كلها سمعها الشعب العراقي. ولكن عودة إلى سؤالك، أعتقد أنه الرجل لن يصدق ولن يستطيع أن يفعل هذا، لأنه بالنتيجة كيف يريد أن يكسب الثقة من الكتل السياسية التي أعلنت المزاد العلني لشراء المناصب كما تفضل تقريركم قبل هذا البرنامج. نعم، ونحن نريد يعني التفصيل في هذه النقطة تحديدا، قضية ومسألة بيع المناصب في المزاد العلني، وخصوصا يعني في حكومة علاوي الذي يتحدث أنها يعني حكومة اختصاصيين وبعيدة عن المحاصصات الطائفية. كيف ترى هذه النقطة تحديدا، وهل هذه المسألة يعني مكررة بالنسبة للعراقيين؟ أعتقد أنه طالما أن الشخص الذي تم ترشيحه هو من ضمن الفئة الفساد التي حكمت العراق ضمن المرحلة الماضية، فهو لن يخرج عن هذا البودق ولا عن هذه الترتيبة السياسية. هذا من جانب. الجانب الثاني، هو أتى بتوافق ما بين الكتل السياسية، النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن الذين رشحوه فرضوا عليه شروط وهو قبل بها، وهذا ما ترشح عن كثير من الأحداث التي سبقت وتلا ترشيح علاوي. الجانب الآخر وهو المهم، بأنه هذه الطريقة متبعة في العملية السياسية الديمقراطية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وقادتها الأحزاب الاستسلامية التي تبعد عن الإسلام بعد السماء عن الأرض. لكن دكتور هلال، يعني اعذرني على المقاطعة، يعني محمد توفيق علاوي قال أنه تم تشكيل الحكومة أو تم اختيار الوزراء بعيدا عن المشاورات مع الكتل والأحزاب السياسية. هو يقول ذلك، وهو يقول أنه أفلح أن صدق ولن يصدق، لأنه نحن على خبرة ودراية في الشارع العراقي وفي الدهاليز السياسية، طالما أن هذا الرجل ينتمي إلى العملية السياسية فهو لن يصدق، لأنه هذا ديدنهم على طول الخط منذ 2003 ولحد الآن، وعدونا بالكثير وسرقوا منا الكثير ولم يفوا بوعد واحد إلا بشيء واحد، إلا كثرة القبور وكثرة المقابر وكثرة الفساد. هذا صدقوا فيه تماما ولم يعدوا به، ولكن هذا عملهم على الأرض. فبالتالي نحن لن نثق بأي شخص، وهذا قالته الساحات والثوار في كل بياناتهم، بأنه نحن نرفض علاوي ونرفض أي شخص يأتي من رحم العملية السياسية، لأنه سوف لن يخرج عن هذا الجلباب، سوف يلبس نفس الجلباب. ومن أين يأتي بالاختصاصيين إذا كانت مشاوراته لحد الآن لم تطرح للشارع العراقي؟ لم يعرف الشارع العراقي من أين أتى بالمستقلين إذا هو يتحاور مع الكتل السياسية والأحزاب ويذهب إلى كردستان ويرجع إلى الحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري والتيارات التي تشارك في العملية السياسية. إذن هذا الضحك على الذقون حقيقة معيب، أنه يكون رجل بمستوى مرشح لرئاسة الوزراء ويستمر الكذب كما فعل غيره. نحن نأمل أن يكون صادقا، ولكنه هذا الكلام ليس المطالب بالتمني، ولكن واقع الحال الذي نعيشه أن العملية السياسية والبرلمان الذي يتألف شكل على أساس المحاصصة، والبرلمان أيضا شكل على أساس المزاد السياسي العلني بالمزادات، المناصب اشتريت من هنا وهناك ابتداء من الهرم، رأس الهرم بالمجلس النواب إلى القوائم الأخرى التي رفضها الشعب العراقي كما تعلمون. فكيف له أن يفوز بثقة البرلمان الذي هو بالأساس فاسد وأتى بمحاصصة طائفية؟ نعم. ويفوز بثقة الشعب العراقي الذي رفضه مقدما وقال نحن لا نريد أي مرشح يحمل الصفة السياسية من مدير عام فما فوق. هذا كرر كثيرا ورفض من قبل الساحات، ولكن هم يصرون على المطاولة. وأعتقد أنه الآن مع الازدواج، مع استمرار الضغط على المتظاهرين والاختطافات لا تزال قائمة،
وكواتم الصوت شغالة والبنادق الأخرى شغالة واحتيالات مقتدى صدر وتياره شغالة. نعم. وتعلمون كيف يتم إدخال المسلحين إلى الساحات، هذا كله طيب. يسير بطريق متوازي. نعم. موازي للعملية السياسية لكي يفرضوا ما يريدون على الشعب العراقي، ولكن أعتقد أنه عملية الفرض هذه قد ولى زمانها. طيب دكتور هلال، الساحات قالوا كلمتهم بشكل واضح، والشعب العراقي كله يؤازرهم، لأنه وصل. نعم. كما قال شاعر السياب رحمه الله، لقد وصل السل إلى العظم، فرصاصة الرحمة يا إله، رصاصة الرحمة ستطلق على هؤلاء الخونة وهؤلاء العملاء وهؤلاء اللصوص والسراق، وقتلت الشعب العراقي، وسوف يحاسبهم الشعب العراقي. نعم دكتور هلال، في سؤال أخير لأن الوقت أصبح يداهمنا يعني محسوم. نعم دكتور هلال، يعني اعذرني للمقاطعة، الوقت وداهمنا، في سؤال أخير هنا أريد، يعني إذا فرضنا جدلا يعني كما يقولون أن حكومة توفيق علاوي المقبلة جاءت بأسماء بعيدة عن العملية السياسية منذ يعني 17 عاما كما يقول هو وكما تقول بعض وسائل الإعلام، هل ستمرر هذه الحكومة من قبل البرلمان العراقي؟ هل ستمنح الثقة؟ لا لن تمنح الثقة، لأنه إذا لم يكن من ضمن الشجرة الفاسدة هذه لم تمنح الثقة، وخذها مني، يعني هذا كلام يعرفه كل العراقيين، لأن هؤلاء هم مجموعة لصوص، إذا أتت حكومة نزيهة وبعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن الكتل السياسية سوف تحاسبهم، إذا كان الأمر كذلك فتعتقد أنه صاحب فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، هذا هو الذي يحصل. نعم. لن تمرر أي حكومة خارجة عن هذا القدر الفاسد، وسوف لن ينجح لا علاوي ولا غيره، لأنه ولهذا السبب أخي الكريم الثورة تطالب بإسقاط النظام السياسي، أولا إسقاط البرلمان، إسقاط الحكومة. نعم. بالكامل لكي تكون هناك إنشاء نظام سياسي عراقي يعتمد على المصداقية وعلى مصالح الشعب العراقي، ليس على مصالح الدول التي استعمرتها هؤلاء في العراق واستعملتهم منذ أكثر من 40 عاما، ليس من 17 عام، لأن هؤلاء كانوا يعملون لصالح الأجنبي ضد بلدهم منذ أن أسست أحزابهم ومنذ أن سموا نفسهم بين هلالين، المعارضة العراقية التي كانت تدفع لها المخابرات الأجنبية، وهذا واقع الحال الذي أوصلوا له الشعب العراقي. إذن هم في تحدي كبير، وأخزاهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، هم كانوا يدعون أشياء وكانوا يلبسون عباءة الوطنية وعباءة الإسلام وعباءة الديمقراطية، ولكنهم لم يفلحوا إلا في السرقة والنصب والاحتيال والقتل، وما يفعلوه الآن في بداية تقريركم أنه المناصب تباع وتشترى في مزاد علني، أعتقد هذا يكفيهم عارا ويكفيهم خزيا أمام العالم بأجمعه، لا يمكن لشخص عاقل أن يقبل هذه المهزلة التي استمرت 17 عاما وهم يبيعون ويشترون. نعم. المواطن العراقي بأموال الشعب العراقي، ليس من جيوبهم، وصلت الفكرة دكتور. نعم أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي العراقي دكتور هلال الدليمي، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى مشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في المنتصف ومستمرون أيضا في الحديث عن تطورات المشهد العراقي في ظل الحديث عن هذه القضية الكبيرة، مزاد علني ببيع المناصب في حكومة محمد توفيق علاوي. سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مستمرون معكم في المنتصف ومستمرون أيضا في الحديث عن تطورات الملف العراقي. أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل، المحلل السياسي العراقي السيد علي الشمري. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل يعني أن نبدأ ونخوض في غمار
الحديث عن الحكومة وعن تشكيلة الحكومة الذي أعلن عنها محمد توفيق على أنها أصبحت جاهزة، لكن يعني دخلنا اليوم قرابة الأربع أشهر ونصف تقريبا من عمر الثورة العراقية، ويبدو أن يعني القوات الأمنية لم يتبقى لها أي وسيلة إلا واستخدمتها لقمع الثورة العراقية. آخرها اليوم كان بنادق الصيد، صيد الطيور. يعني هذه الوسيلة البدائية دعنا نسميها تستخدمها لقمع الثورة العراقية في كل الوسائل المستمرة، كيف تقرأ هذه النقطة؟ والله بالحقيقة أنا في البداية أريد أوضح نقطة. أولا يعني ما يجري في العراق من احتجاجات وتظاهرات واعتصامات أنا أرى أنها لا تصل إلى مرحلة الثورة، لأنه مصطلح ثورة يعني في المصطلحات السياسية لا تعني هذه الأمور، يعني هم في طريقهم إلى الثورة لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة الثورة. هذه نقطة حبيت أوضحها. بالنسبة للنقطة الثانية، استخدام هذه الوسائل بنادق الصيد اللي يسموها بالعراق يعني بالمصطلح العامي الصجم، هي عبارة عن كرات حديدية صغيرة تطلق تصيب الطيور يعني، لكنها الحقيقة مؤذية جدا يعني بالنسبة للأفراد. وبالنسبة للحكومة عودتنا لن تعدم أي وسيلة لمواجهة هذه التظاهرات والاحتجاجات، فمر السلاح الأبيض ومر القنابل الدخانية ومر الرصاص المطاطي ومر الماء ومر ومر، كل يوم يطلعون بشغلة. آخر شيء توصلت للحكومة لقمع هذه التظاهرات والاحتجاجات هو استخدام هذا الأسلوب اللي هو عبارة عن بنادق صيد تطلق على الناس للإيحاء أنه القضية أنه هذا ليس بأسلوب دولة، الدولة يعني لا تتعامل مع هكذا احتجاجات بهذا الأسلوب، لكنه الحقيقة هو أحد أساليب اللي تستخدمها الدولة لقمع هذه الاحتجاجات والتظاهرات. نعم، اليوم يعني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أدانت هذا الاستخدام، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة، وطالبت بحفظ حق المواطنين وحفظ حق التظاهر السلمي في الساحات العراقية. اليوم إلى أي مدى ممكن لهذه الإدانة يعني أن تفيد بشيء؟ ما الذي ستغيره على الساحة العراقية؟ يعني الأمم المتحدة كطرف بالمعادلة العراقية أنا أرى أنها طرف غير نزيه، ولا يمكن أن يكون هناك حل والأمم المتحدة طرف في هذا الحل. لأنه مثلا السيدة بلاسخارت ليست طرف محايد، اللي شفناه إحنا كل ممثلي الأمم المتحدة اللي جاءوا للعراق بعد الاحتلال إلى بغداد ثم كانوا ممثلي الأمم المتحدة ما كانوا ناس، ليسوا أطرافا نزيهة. يعني بعض الأسماء اللي جاءت، أنا ما أريد أذكر الأسماء لكن يعني هي معروفة في الوسط السياسي، يعني كانوا يقبضون الثمن من المالكي وكانوا أطراف مع الحكومة، مع ما المفروض الدور اللي تلعب الأمم المتحدة هو دور حيادي، يعني يقف لا يقف معه أو بالضد، أو على الأقل يعني بعد الاحتجاجات واللي صار يعني المفروض يكونون مع المتظاهرين. بلاسخارت ما كانت طرف نزيه، الأمم المتحدة دورها غير صحيح في الأمم في العراق، دور غير مؤثر، مجرد طرف يقف مع الحكومة، مجرد شجب وتنديدات وما إلى ذلك. تعرف من أنت هذه الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني هذا الكلام وعلى استحياء، يعني مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، ليس لديهم موقف واضح وصريح وحازم في هذه الأمور، رغم أنه موقفهم كأمم متحدة وطرف يشرف على ما يجري بالعراق وطرف محايد المفروض يكون الموقف أقوى، لكنهم الحقيقة أقرب إلى الموقف الحكومي، فأرى أنه لا يمكن أن نعول عليه أو نتخذه كموقف مع المتظاهرين. طيب، موقف اليوم طلاب العراق في أي إطار تتابعه؟ يعني اليوم طلاب العراق من المدارس والجامعات مشاركون بصفة أساسية في تظاهرات العراق في كل الساحات، ولعلنا نتابع معك ومع السادة المشاهدين لقطات لبعض من التظاهرات الطلابية الداعمة للشعب العراقي، نتابعها ثم نعود للتعليق عليها ونفتح عدة تساؤلات حول هذا الموضوع. طلابية
إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه التظاهرات الطلابية الحاشدة. أستاذ علي، يعني فيما يتعلق بهذه التظاهرات جيدة هي على المستوى يعني الدعم للمتظاهرين والمحتجين في ساحات التظاهر في العراق، ولكن هناك نقطة فيما يتعلق بالطلاب وأيضا المتظاهرين الذين رشحوا اسم ناشط، يعني هم اتفقوا على اسم ناشط الدكتور علاء الركابي لترشيحه لرئاسة الحكومة. هذه الخطوة كيف تتابعونها؟ يعني في أي إطار تأتي؟ جيدة في الوقت المناسب أم ليست كذلك؟ يعني بنظرة موضوعية للموضوع، أولا فئة الطلاب فئة مهمة جدا، لأنه تعرف أنت فئة الطلاب هم الفئة تقريبا يعني نقدر نقول الفئة الأكثر ثقافة في البلد، والقمة قمة الطلاب هم طلبة الجامعات. طلبة الجامعات بالعراق يختلفون عن باقي طلبة الجامعات في كثير من الدول، أنه النظام السابق كان تعرف أنت نظام ذو صبغة معينة، لون واحد، ما مسموح للطلاب أنه يعني يناقشون أفكار أو ينتمون لأحزاب أو يتم طرح أفكار. لكن اللي لاحظناه الآن أنه هذه الطبقة حقيقة منذ البداية ما كانت يعني تسلم للنظام، الآن خرجوا هذه الفئة تدعم التظاهرات والاحتجاجات. قد يذكرنا موقف هؤلاء بموقف الطلاب في فرنسا في الستينات، في نهاية الستينات من القرن الماضي. لكن تعرف أنت الشعب العراقي يعني من شعوب، يعني ليس من الشعوب المتطورة أو الشعوب يعني اللي يعني الشعب الفرنسي شعب يعني عنده تاريخ طويل في مسألة الوعي السياسي في التعامل مع الحكومات. احنا عندنا هذول الطلاب دخلوا على الخط آخر شيء، وأعتقد انا اعتبر يعني هذا دفعة قوية للاحتجاجات. موضوع علاء الركابي من ضمن المؤاخذات على التظاهرات أنه إلى هذه اللحظة لم تستطع أن تفرز لا قيادات حقيقية ولا طرح حقيقي. يعني إحنا بعيدا عن مع أو ضد، خلينا نكون واضحين بهالمسألة. التظاهرات هناك أطراف تتجاذبها، هناك تيار تابع للصدريين، هناك تيار تابع للشيوعيين، هناك تيار عام ما إلا لون ولا طعم ولا رائحة، وهناك تيار لا زال يطالب بدور المرجعية، وهناك تيار بالضد يرى أنه إنهاء دور المرجعية. وهذه الأطراف تتجاذب. علاء الركابي دخل على الخط وهو يعني لا يمتلك حتى رؤية واضحة. يعني أنت ما الذي تريده؟ ما الذي ستفعله؟ كل أن شفت كل واحد يعني يعطينا فكرة عن مستوى لما يتكلم ويظل يتكلم بوعود وما ممكن تحقيق. لكن يعني البعض يتحدث أن هذه الخطوة جيدة، فلنفترض يعني أنها جيدة، لكن أتت متأخرة كثيرا. يعني اليوم محمد توفيق علاوي رئيس المكلف، رئيس الوزراء المكلف، يعني الرجل قاب قوسين وأدنى من تشكيل الحكومة، والحكومة قريبة في اليومين المقبلين على أبعد تقدير حتى نهاية هذا الأسبوع. هذه الخطوة لماذا أتت متأخرة؟ أنا قلت لك يعني التظاهرات الحقيقة لا تمتلك رؤية موحدة، هاي أول نقطة، ولا حتى رؤية ماذا يريدون، وطرح هذه الأسماء وإغداق بالوعود. حتى محمد توفيق علاوي وعوده اللي أطلقها أثناء إحدى خطاباته يدل على أنه ذا الرجل يعني ما عنده فكرة يعني عما يجري على الأرض. أنت رئيس وزراء مؤقت، أنت تقود مرحلة انتقالية تمهيدا للانتخابات حتى نشوف شو اللي راح يصير بعدين. بعد ذلك هذا كلام الشعب، أليس الكلام للشعب؟ طيب تفضلوا روحوا أنتوا ادخلوا الانتخابات مبكرة وبعد ذلك قرروا ما تريدون. لكن لما يأتي رجل مثل محمد توفيق علاوي أو علاء الركابي ويطلقون لنا وعودا يدل على أنه الطرفين مو عارفين الدنيا وين صايرة. الحكومة أو الكتل والأحزاب السياسية برأيك استغلت هذا الموقف من قبل المنتفضين في الشارع، عدم الوضوح يعني وجهة النظر، عدم وضوح أو عدم وجود قيادة حقيقية للانتفاضة الشعبية؟ الأحزاب السياسية يعني يتلاعبون بالتظاهرات ويتلاعبون بها بمهارة. تعرف أنت هؤلاء يعني هم منظمين، وبعدين وراهم قوة مالية، قوة سياسية، قوة يعني ناس، وهم قالوها علنا الأحزاب السياسية علنا يقولون. هل تصدقون احنا بعد 16 سنة
من تقديم الدماء والتضحيات وخسرنا سمعتنا وجئنا مع المحتل والناس السبع علينا، وبعد ذلك يأتون متظاهرين صغار السن يريدون أن يخرجونا، أنتم مجانين هكذا يقولون علينا، يعني مخايفين هم. فهذه الأحزاب تعرف كيف تتعامل، خصوصا الدولة بكل أجهزتها مسخرة لها، ولا يمكن أن تتراجع هذه الأحزاب أو تتعامل مع التظاهرات تعامل حقيقي أبدا، ما ممكن. والمتظاهرين يعني على في أفضل الافتراضات والاحتمالات هم ناس يعني مثقفين أو ناس هم بالحقيقة ناس بسطاء، لا يمكن يواجهون هؤلاء الحيتان، مستحيل. نعم، اليوم يعني فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي يعني خرج في تغريدة كما قال قبل يومين تقريبا، قال أن الحكومة جاهزة، التشكيلة الوزارية جاهزة، ويعني كانت وكان الاختيار بعيدا عن المشاورات مع الكتل والأحزاب السياسية. هنا نريد أن نتوقف قليلا، هل هو قادر فعلا كما يقول البعض على أن يشكل الحكومة ويعين أسماء وزراء بعيدا عن المشاورات مع الكتل والأحزاب السياسية؟ خلينا نوضح هاي النقطة. احنا أولا لا يستطيع محمد توفيق علاوي أن يشكل حكومة دون أن يتكلم مع الطبقة السياسية الموجودة من أحزاب وتيارات إلى آخره. نعم. لا يمكن، هذا الكلام مستحيل. اثنين، الرجل يعني لا يقل لا فسادا ولا سوءا عن الطبقة السياسية، لأنه هو جزء من هذه الطبقة. أما يتكلم بطريقة يوحي للآخرين أنه أنا لا أخضع للضغوط وسأقدم حكومة ولن أخذ كلام من أحد، هذا الكلام مو صحيح. الخلاف بين الطبقة السياسية بين الأحزاب نعم. ومحمد توفيق علاوي هي كالتالي: محمد توفيق علاوي اجتمع بهم، تكلم معهم وطرحوا أسماء، اختار من عندها واختار، لكن ادعاء أنه لم يشاورهم هذا الكلام غير صحيح. هو أصلا جاء بموافقة الفتح وسائرون، والفتح وسائرون جناح كبير، جناحين نعم. يضمون تحتهم أكثر الطبقة السياسية حتى الأكراد. بالمناسبة هو ذهب للأكراد وتكلم معهم، كيف لا يتكلم مع هؤلاء؟ لكن موضوع الخلاف صار على التفاصيل مو على المبدأ، يعني ممكن احنا راح نمرر أسماء، وإلا كيف محمد علاوي يحصل على تأييد 170 نائب وهؤلاء لا يصوتون بمفردهم؟ طيب نعود لهذه النقطة، ولكن يعني نتحدث عن هذه العاجل أو نتابع هذا العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة، إصابة 7 متظاهرين جراء إلقاء قوات الأمن العراقية قنابل الغاز قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مستمرين في عملية القمع بالرغم يعني من أن تشكيل الحكومة أصبح جاهز والمحاصصة جاهزة وكل ذلك، لكن فيما يتعلق بالمتظاهرين مستمرين بالقمع. الحكومة بعد أن تتشكل راح يطلع محمد توفيق علاوي أو يبعث رسالة للمتظاهرين: أنتوا ليش خرجتوا للتغيير؟ تمام، هي غيرنا لكم وجبنا لكم أسماء غير معروفة، يلا كل من يروح على بيتهم. ولكن غير معروفة بالنسبة للشارع، ما المستفيدين من ذلك؟ هذا أقصى ما ممكن أن تقدم الطبقة السياسية للمتظاهرين. يعني هم قالوا أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نريد كذا ونريد. الطلبات كانت سقفها عالي بالبداية، نعم. في أوج التظاهرات كان إحنا ما نريد الطبقة السياسية كلها، مقتدى الصدر ما نريده. لما حسوا بالخطر، الجميع حس بالخطر، قرروا أن يضحون برئيس عادل عبد المهدي. الآن عادل عبد المهدي يعني زعلان أنه أنتم تخلصتوا مني بطريقة لا بعدين تقدموني كمش فداء، فتكلم معهم أنه أطالب قبل ما أطلع بأن أحصل على حصانة، لا بعدين الطبقة السياسية ممكن تقول عادل عبد المهدي كان هو يقتل المتظاهرين، تفضلوا يا المتظاهرين هذا عادل عبد المهدي اقتصوا منه، انصبوا له في ميدان عام مشنقة واشنقوه، وبعدين طلعون هم. يعني هذه معروفة لازم يكون هناك كبش فداء، نعم. لكن هل الحقيقة قدموا شيء؟ لا، خذ هاي حكومة غيرنا انتهينا. نعم، سنعود لهذه النقطة أستاذ علي، ولكن اسمح لنا أن أرحب بضيفنا الصحفي العراقي سيد حسين أسد. أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسين. مرحبا، حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. بداية يعني أنت تتابع التطورات في العاصمة بغداد وفي المدن الجنوبية،
يعني حالات القمع مستمرة، وقبل قليل ظهر في أسفل شاشتنا عاجل عن إصابة في حالات اختناق جراء يعني إلقاء قوات الأمن لقنابل الغاز المسيرة للدموع، وأيضا اليوم هناك حالات إصابات نتيجة يعني ضرب المتظاهرين بقنابل الصيد. كيف تقرأ هذه التطورات وما في ما هي يعني الأمور الجديدة حتى هذه اللحظة؟ الأكيد أن هذا الأمر يندرج في إطار ما تقوم به السلطة منذ تشرين الماضي وحتى الآن في إطار قمع الأصوات المعارضة وفي إطار قمع أصوات المحتجين الذين يطالبون بطبيعة الحال بحقوق بسيطة، بحكومة نزيهة، بوظائف، بالعدل والمساواة. وبالتالي هذه التصرفات وهذه الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة أو من خلال الميليشيات الموالية للحكومة ولإيران باتت معتادة من قبل الشارع العراقي، باتت أمرا طبيعيا بالنسبة للمتظاهرين. ربما اليوم الذي يمر دون قمع هو يوم غريب بالنسبة للمتظاهرين، وكل ما زاد ضغط الحكومة واستخدام القوة ضد المحتجين كلما زاد المحتجون يعني في إصرارهم على المواصلة والاستمرار في المطالبة بحقوقهم. نعم سيد حسين، يعني فيما يتعلق بموضوع التشكيلة الحكومية التي أصبحت قريبة، هل يعني هناك معلومات أو تسريبات عن موعد معين في اليومين المقبلين أو في أي وقت ستكون؟ يعني الحديث يدور عن أسماء حتى الآن، عن أسماء بطبيعة الحال هي لم تحقق شيئا وهي أسماء مكررة ووجوه مكررة، وبالتالي وكأن الحكومة وكأن الأحزاب السياسية في واد والشارع في واد آخر لا يسمعون لصوت الشارع الذي يرفض كل هذه الأسماء التي كانت قد شغلت مناصب مهمة وحساسة في الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تقدم شيئا سوى المزيد من الخراب إلى الخراب الموجود في العراق منذ عام 2003. وبالتالي الأمر غريب جدا، اقتراح بعض الأسماء لتسلم مناصب وزارية أمر غريب جدا، وكأن هذه الأحزاب السياسية لا تكترث بطبيعة الحال لمطالب الشارع العراقي. ربما سيخرج علينا سياسيون بأسماء يقولون عنها أنها مستقلة، ولكن نحن نعلم جيدا أن استقلالية هذه الأسماء هي كاستقلالية عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى وكاستقلالية محمد الشاع السوداني الذي أعلن كمرشح مستقل وهو اسم مهم في حزب الدعوة، وبالتالي هي فقط محاولات يائسة من هذه الطبقة السياسية. نعم. لكسب الوقت لا أكثر ولا أقل. نعم أشكرك جزيلا الصحفي العراقي سيد حسين أسد، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. أعود إليك سيد علي، فيما يتعلق بموضوع يعني تشكيلة الحكومة الوزارية، هناك مسألة أو قضية مهمة يجب أن نتوقف عندها، موضوع قضية بيع المناصب في مزاد علني مقابل المال في الحكومة القادمة لمحمد توفيق علاوي. هذه النقطة يجب يعني التفصيل فيها، لو تعطينا رأيك في هذا الموضوع. مسألة بيع المناصب يعني أنا عاصرت يعني فترة الاحتلال وكنت أشوف الطبقة السياسية وما يعني يجري من نقاش. الحقيقة الكثيرين يركزون على قضية بيع المناصب الوزارية، لكن أنا اللي شفته يعني هذا أنا شاهد عيان، بيع المناصب البرلمانية، بيع المناصب الوزارية، بيع مناصب وكلاء الوزارات، المدراء العامين، الدرجات الخاصة، هذا كل شيء للمزاد، كله للمزاد. والفضيحة الكبرى اللي ظهرت عندما كانت الانتخابات، كانت هناك يعني ما يسمى بسياسي السنة ألفوا جبهة اسمها جبهة التوافق العراقية، وكان رئيس الجبهة يعني هذه الجبهة ثلاث رؤوس: طارق الهاشمي اللي أصبح نائب رئيس الجمهورية، وعدنان الدليمي، وخلف العليان، ثلاث رؤوس. في وقتها المالكي اتفق معهم أنه يكون يعني ترشح الجبهة وزيرة للدفاع، فتم ترشيح عبد القادر العبيدي. نعم. طيب عبد القادر العبيدي هو ما له علاقة لا بالجبهة ولا شيء، ولا أحد مكونات الجبهة. طيب كيف رفع اسمه؟ كان هناك اثنين من رجال الأعمال مليارديرية عراقيين، هؤلاء كانوا يريدون عقود في وزارة الدفاع، دفعوا 10 مليون دولار لهؤلاء رؤوس الجبهة طارق الهاشمي وعدنان الدليمي وخلف العليان.
قالوا هاي 10 مليون دولار ورشحوا هذا الشخص، مقابل أن يتعهد عبد القادر العبيدي أن هناك عقد تزويد الجيش باللحوم. هذه الحادثة في أي عام؟ هذه في سنة 2006. يعني إذن موضوع بيع المناصب ليس جديد، ليس قديم هذا. فتصور أنت هناك عقد تزويد الجيش باللحوم لمدة سنة، تعرف كم قيمة العقد؟ 1 مليار دولار. حول النية فقط، ما أريد منك شيء. طبعا أنا التقيت في وقتها برئيس البرلمان وصار الكلام على هالموضوع، ثم بعد ذلك التقيت بأحد رؤوس الجبهة وذكر لي أنه 2 من قيادات الجبهة استلموا 10 مليون دولار وهم اللي أخذوا، أنه أنا ما أخذت، لكن هو أكد لي حقيقة وجودها. فهذا الأمر بيع المناصب حقيقة كان معروف، يعني معروف أنه جمال الكربولي علنا يبيع المناصب. يعني أنا أتكلم عن أسرار، إحنا لو تكلمنا بهذا الموضوع ما راح نخلص. علنا بكم تشتري هذا المنصب وكم تدفع بهذه الوضوح، يعني بهذه الوضع علنا. تصور، ذكر لي أحد الناس اللي كان يريد يرشح للانتخابات، كنا نمشي أنا وياه مرة، قال لي يعني طرف سياسي إجا عليه قال له تعال شوف إحنا نرشحك بالانتخابات، كل صرفيات الحملة الانتخابية وكذا علينا، أنت مالك تفعل شيء مقابل أن تكتب تعهد، أولا تسدد لنا هذه المبالغ بس تصير نائب أو نرشحك وزير، وتكتب استقالتك وكذا، هاي كلها مطلوبة من عندك فيما بعد. يعني أنت ممكن نعطيك خذ هاي 1 مليون دولار ادخل المعترك السياسي، لكن أنت ملزم أنه تسدد لي بعد أن تستلم المنصب، خصوصا إذا منصب علاقة بالعقود. نعم، تسدد لي في كل شهر، مثلا إذا من العقد أريد 5% من العقد، وإذا بعد ذلك أريد كل شهر 1 مليون دولار تسدد لي. ولا تتصور أنت كيف هذه الطبقة السياسية، كيف هاي الإمكانيات الضخمة، قنوات فضائية ومكاتب ومسلحين، وهذه كلها ملايين دولارات، من أين تأتي؟ يعني هذه إجابتها بسيطة جدا، وفي العراق هذا الأمر ليس معيبا ولا غريبا. نعم. وبحكومة علاوي على الأغلب هي نفس الطريقة، نفس الشيء. أياد محمد توفيق علاوي أصلا هو رجل أعمال، ورجال الأعمال العراقيين، ولو يعني لو تحب أذكر لك قائمة طويلة، أغلب رجال المال العراقيين اللي يعني مو عندهم ملايين، مليارات أو على الأقل مئات الملايين، وكلهم إذا مو أغلبهم يعيشون خارج العراق، كل هؤلاء هم أس فساد العملية السياسية، بل أحد رؤوس الفساد في العملية السياسية والمسؤول عن بيع المناصب وشرائها، الآن موجود، رجع إلى بغداد بعد أن كان مطلوب بتهمة الإرهاب وتمويل الإرهاب، رجع إلى بغداد وحبيب المالكي وحبيب هادي العامري، ويجلس ويخرج ويتكلم علينا، وكانوا يسبون علي ويقولون هذا الرجل متهم بكذا، وكان في الأردن فاتح بيته مسوي مضيف للسياسيين، ما كانت مسألة تخرج إلا بموافقته، والآن يجلس في بغداد ويتكلم كسياسي ويسب الفاسدين في التغريدات. طيب اليوم توفيق علاوي يعني تحدث وأطلق جملة من التعهدات كما تابعت، هو قال أن يعني التشكيلة ستكون من التكنوقراط، من الاختصاصيين، وستكون على الأغلب من شخصيات بعيدة عن العملية السياسية التي كانت منذ 2003 وحتى الآن. اليوم في حال يعني لو فرضنا أن هذه أو هذا الكلام صحيح 100% كما يقول محمد توفيق علاوي، هذه الحكومة ستمنح لها ثقة من قبل البرلمان العراقي؟ هي طبعا الثقة موجودة، يعني تحصيل حاصل، خصوصا يعني لو علمنا أنه محمد توفيق علاوي هو مرشح محمد كوثراني. نعم، الآن ملف العراق كوثراني الذي استلم محل قاسم سليماني، لا ذاك اسماعيل قاآني، محمد كوثراني لا، أقصد الملف العراقي تحديدا، الملف العراقي في لبنان في حزب الله لبنان، الآن محمد كوثراني وأخوه عند أخ اسمه قاسم كوثراني، هؤلاء هم من يديرون الأمور، فكوثراني خلاص أخذ موافقة أكثر النواب. نعم، أنه توافقون، وعلنا الصدر الآن المدلل الجديد لإيران علنا طلع مسؤول العسكري اللي يسميه المعاون الجهادي، قال إذا ما أعطيتوا موافقة راح نقلب الدنيا على رؤوسكم. وهذا الكلام الغريب أنه لا أحد من السياسيين تكلم مع هذا النكرة وقال له تعال من أنت حتى تهددنا بهذه الطريقة، تجد هذا الأمر غريب؟
اليوم وزير الخارجية أو يوم أمس العراقي محمد الحكيم يعني طلب لإيران بعدم التدخل بالشأن الإيراني أو بالشأن العراقي الداخلي واحترام سيادة العراق. محمد علي الحكيم بالمناسبة محسوب على الجناح الليبرالي، رغم هو من عائلة معروفة، يعني معروفة أنه يعني هي يعني المرجعية كانت إلها، لكن هذا الرجل تعرف أنت يعني وجوده كليبرالي داخل الحكومة كان يعني نوعا ما وجها مقبول أمام الدول الأخرى. نعم. لكن الآن انتهى دوره، خلص هو فهم اللعبة ويعرفها، لكن خلص يعني اجى كوثراني وأعاد ترتيب اللعبة من جديد. نعم، يعني محمد توفيق علاوي قال أن الحكومة أصبحت جاهزة، لماذا الانتظار؟ يعني هو قال في نهاية الأسبوع أو لم يحدد في هذا الأسبوع، قال ما الذي ينتظره إذن؟ هي أما يعني غد أو غدا أو بعد غدا أو الخميس على أقصى تقدير، لكن تعرف أحيانا هناك بعض الاعتراضات أو بعض الرتوش، لكنه الشيء الأكيد أنه يعني لنهاية الأسبوع تكون الحكومة تمطرح الأسماء، وأظن ما راح يوافقون، يعني البرلمان ما راح يوافق على كل الوزراء، هم المفروض يكونون 22 أو 23 وزير، قد يوافقون على 15-16 والباقي يأجلوها. لكن تعرف أنت لازم تطلع حكومة، وهي دائما تصير بالعراق، تطلع حكومة ناقصة وزيرين ثلاثة أربعة عليها خلاف، لكن تمضي الحكومة، ستمضي الحكومة. شكل الحكومة كيف سيكون أو كتوزيع يعني الوزراء والحقائب الوزارية، سيكون هناك نسب للتمثيل السني الكردي برأيك كيف ستكون؟ هو سيراعي، لكن هناك بعض الأطراف غاضبة لأن يعني المسألة لم تحصر بيدها. بعض الأطراف صارت تتسب على علاه وتتوعد، لكن الحقيقة يعني طالما حصلت على موافقة الصدر وهادي العامري، حتى المالكي المعترض الأكبر على محمد توفيق علاوي، لكنه لن يستطيع أن يفعل شيء. طيب إذن نتابع معك ومع السادة المشاهدين في آخر دقائق هذه الحلقة بعض من التغريدات على تويتر فيما يتعلق ب يعني ما يجري في العراق من الحكومة وتصريحات يعني بعض المسؤولين حول أبرز التطورات في الحكومة وتشكيل الحكومة المقبلة. نبدأ في التغريدة الأولى مشاهدينا الكرام لكرم نعمة يعني الذي تحدث بهذه التغريدة وقال التغريدات ستكون جاهزة. التغريدة الأولى قال هناك كذبة متصاعدة ومستمرة في العراق ينتفض عن حكومة وديمقراطية وأحزاب ودولة، بينما الواقع يقول أنه لا يوجد في المنطقة الخضراء غير حكومة افتراضية، ومن يسيطر على الدولة أحزاب دينية وميليشيات ورجال دين مختلفين متخلفين مسكونين بالخرافة التاريخية. تتفق مع هذه الكلام؟ هو الكلام في شيء من الصحة، لكن حقيقة في ضرب تحت الحزام. هناك كلام يذكر أن هناك الأحزاب الدينية، على لا. فكرة لا يوجد أحزاب دينية، هي كل أحزاب علمانية، مجرد لافتات إسلامية. أنا لا أرى أي حزب إسلامي موجود على الأرض، كلها أحزاب ديمقراطية هم يدعون لا. وأحزاب علمانية، أين الدين في الموضوع؟ لكن يبدو الأخ كاتب التغريدة من ما يسمى بالمدنيين اللي يكرهون ويسبون ما يسمى بالأحزاب الدينية. طيب نتابع التغريدة الثانية لمصطفى سالم الذي كتب في هذه التغريدة وقال أيضا مجلس القضاء تحرك ضد من فضح بيع مناصب وزارية وصمت عن ميليشيات قتلت المتظاهرين، ليس آخرهم رعاع مقتدى وتجاهل أكثر من مليون جريمة قتل وخطف واعتداء حدثت خلال 15 عاما. مشكلة القضاء في العراق جعلت ملفات قتل المتظاهرين والمغيبين والاغتيالات قضايا تخص أسماء لا حل لها على الأرض. هذه النقطة أيضا يعني فيها شيء من المنطقية. لا شوف، اللي أثار هذه النقطة هو رجل كان ضابط مخابرات في زمن صدام اسمه إبراهيم الصميدعي. نعم. هذا الرجل صار ملكي أكثر من الملك بعد سقوط النظام، ثم خرج يتكلم يدعم ويمدح المالكي، رشح بالانتخابات فشل ذريع، الآن يحاول يريد يقول للآخرين أنه أنا كنت قاعد في مكتبي وصارت تدفع الأموال. وهذا الكلام هو الكلام من حيث المبدأ صحيح. نعم. لكن هل حصل معه؟ أنا أرى مو صحيح. هو الرجل يعني يحاول أن يجعل له دورا في المسألة، لكنهم يريدون يقولون أنه شوفوا إحنا حتى اللي يتكلم ما راح نسكت، هذا الكلام غير صحيح. نعم.
التغريدة الثالثة مشاهدينا الكرام لعماد السامرائي كتب بها وقال: أزمة العراق ومعضلته هي في الهوية قبل أن تكون في انقسام وفي الفساد والنزاهة أو في التحزب من عدمه. ستبقى الكارثة العراقية ماثلة للعيان مهما تزينت وتبرجت بالشعارات والوعود حتى يستعيد هويته العراقية. عماد السامرائي طرحه جيد جدا يعني. أتفق معه. نعم. التغريدة الرابعة للسيد علي القيسي الذي كتب بهذه التغريدة وقال أيضا: عملية الانصياع الأعمى وراء العقل الجماعي بتفرعاته الدينية والطائفية والقومية والسياسية هي عملية تغييبه وغسل دماغ وتجهيل، وهذا يفسر جروح أو خروج تظاهرات ولاة لرمز ديني أو مناسبة دينية أشار بها القائد الديني أو السياسي بأصبعه فهرعوا لمناصرته دون معرفة حقيقية للدوافع والأسباب والفائدة. أي علي القيس يشير إلى أمر محدد وكلامه صحيح، صحيح جدا أيضا. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن أشكر الأستاذ علي الشمري أشكرك جزيلا على تواجدك معنا المحلل السياسي العراقي، ولكن قبل أن نختم نريد أن نتابع معكم مشاهدينا الكرام بيان للجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين. لو البيان جاهز نشكر في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام باسمي وباسم كادر قناة التاسعة كل هذه الجهود للجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين العراقية التي قدمت لنا ولمجموعة من القنوات العراقية أو العربية حتى الشكر على التغطية المستمرة والمتواصلة لأحداث الثورة العراقية. ونحن نقول للجنة المنظمة هذا واجبنا ونحن سنستمر في هذه التغطية طبعا، ونسأل الله التوفيق للشعب العراقي في ثورته إن شاء الله، يعني يكون كل الخير لهذه الانتفاضة. أشكرك جزيلا أستاذ علي، وأيضا الشكر لكل من شاركنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، السيد دكتور هلال الدليمي الباحث والمحلل السياسي، كما أشكر أيضا الصحفي العراقي السيد حسين أسد على المشاركة معنا في هذه الحلقة. الشكر لكم موصول بطبيعة الحال على حسن وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف، شكرا لكم، وسنخرج إلى فاصل قصير ثم يصحبكم الزميل حسين أبو شمال في جولة الصحافة.